وللمزيد ينضم إلي من القاهرة السيد محمد النجار، مدير الاستثمار في مجموعة طوكيو مارين. محمد، أهلا وسهلا بك مجددا في البرنامج. لنبدأ من مرسيدس بنز، هل هناك خصوصية لعودتها أم أنها تأتي في إطار اهتمام أجنبي مستجد للاستثمار في مصر؟ بالطبع في البداية لابد قبل الحديث عن عودة مرسيدس إلى مصر يجب الحديث عن أسباب خروجها من مصر. بالطبع مرسيدس خرجت من مصر خلال منتصف عام 2015 نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، انخفاض حاد في قيمة انخفاض حام في تقلبات حادة في أسعار الصرف من ناحية، عدم وضوح رؤية اقتصادية ظاهرت المعالم أمام صناع السياسة الاقتصادية وبالتالي انعكست على صناع مجال الأعمال وخاصة صناعة السيارات، التغيرات التي كانت تشهدها صناعة السيارات ايضا في اوروبا خلال تلك الفتره. اما عودتها الى مصر في عام 2019 هناك اسباب كثيره لعودتها الى مصر. اولا استقرار مستويات اسعار الصرف عند مستويات مقبوله بالنسبه للمنتجين من ناحيه وللمصدرين ايضا وللمستوردين ايضا من ناحيه اخرى. النقطه الاهم ايضا من وجهه نظري هي وضوح الرؤيه الاقتصاديه للمجموعه الاقتصاديه في مصر من ناحيه واصدار القوانين الاقتصاديه التي تساعد على عوده الاتفاقات الاستثماريه الى مصر، واضافه الى ذلك يجب الحديث عن التخفيضات الجمركيه التي بدات تطبيقها في مطلع عام 2019. بالطبع ستستفيد منها الشركات الأوروبية، أكثر استفادة منها الشركات الأوروبية، وبالطبع لابد أن يكون لمرسيدس حصة من تلك الكعكة، وبالتالي بدأت مرسيدس في العودة إلى مصر مرة أخرى. نهاية تحول الرغبة الاقتصادية لدى صناع السياسة الاقتصادية في مصر أن تتحول مصر إلى مركز توزيع أو هب لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وبالتالي كان لابد أن يكون لمرسيدس جزء من تلك الحصة، وبالتالي كان لعودتها في مطلع عام 2019 إشارة قوية إلى عودة التفوقات الاستثمارية من ناحية وعودة الثقة في الاقتصاد المصري من ناحية أخرى. نتوقع أن نسمع عن المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2019، وفي أي قطاعات برأيك؟ بالطبع عام 2019 بدأ بحرب تجارية يعني فما بين الشرق والغرب، وبالتالي سيكون لها تداعيات واضحة المعالم على المستثمرين وخاصة المستثمرين الأجانب. لذا نعتقد أن التدفقات الاستثمارية وهو ما شهدناه خلال الفترة القصيرة الماضية هي تدفقات استثمارية في أدوات الدين وليست في الاقتصاد وليست في الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي الأهم من وجهة نظري هو عودة الرؤية الواضحة للحكومة المصرية الى ضخ الى اصدار سندات في بالخارج، وهي عوده بعد اكثر من عامين من التوقف من اصدارات خارجيه، اخرها كان في نهايه عام 2000 منتصف عام 2017، وبالتالي نحن الان من المتوقع ان نعود في الربع الاول او الربع الثاني على اكثر تقدير الى اصدار سندات اجنبيه، وبالتالي سيكون المستثمرين الاجانب حصه اكبر من تلك الاصدارات. هذا من ناحيه. ايضا توقعات ماذا سيحدث في أسعار الفائدة، وبالتالي الجميع يترقب الآن تلك التغيرات. أما عودتهم إلى الاقتصاد المباشر والاستثمار المباشر أعتقد أنها لن تكون إلا بعد النصف الأول من هذا العام. استقرار الحرب التجارية وعدم وضوح وغياب الغيوم التي تحيط بها خلال تلك المرحلة، استقرار مستويات أسعار الفائدة في الاقتصاديات العالمية، وبالتالي يبدأ العودة إلى الاقتصاد المباشر. الصناعات الأكثر جذبا من وجهة نظري هم الصناعات التي تعتمد على القوى البشرية القوية في مصر 100 مليون مواطن، وبالتالي ستكون أكثر تركيزا على الأغذية والمشروبات من ناحية، على صناعة الدواء من ناحية أخرى، وقد تكون القطاع الخدمات أيضا نصيب من تلك التدفقات الاستثمارية. محمد، تتوقع أن يتم تعويض 10 مليار دولار التي خرجت من أدوات الدين المصرية في 2018؟ أتوقع أن يتم تعويضها، ولكن ليس بنسبة 10 مليار دولار التي فقدناها. أعتقد أنه قد يعود ما بين 3 إلى 4 مليار دولار إذا استطاعت الحكومة المصرية أن تروج الترويج الجيد المتوقع للإصدارات للسندات المصرية المصدرة في الشرق في آسيا، وبالتالي نتوقع أن تصل ما بين 6 إلى 7 مليار دولار. معظم التقارير بتتحدث أنه قد يكون هناك تدفقات لمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2019 ما يقترب من حاجز 60 مليار دولار، وبالتالي نتوقع أن يكون لمصر نصيب منها ما بين 6-7 مليار دولار. أخيرا، الارتياح في سوق العملة وتراجع التضخم وتحسن الجنيه، هل يؤشر إلى خفض فائدة وشيك أم أن الوقت لازال مبكرا لذلك؟ بالطبع هناك تحدي كبير أمام صناع السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة. مستويات التضخم تنخفض إلى بتقترب حتى من مستويات ما قبل التعويم، ترقب بتحرير كل لأسعار المحروقات خلال منتصف عام 2019 أو مع نهاية عام 2019 مطلع عام 2020 على أقصى تقدير، عودة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصاد المصري، تذبذبات واضحة في سعر صرف الدولار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وبالتالي
بيبعث باشارات كثيره الى صناع السياسه النقديه. اتوقع انه لن يكون هناك تخفيض لاسعار الفائده خلال الفتره القليله المقبله. اعتقد انه اي تخفيض لابد ان يمتص التوقعات بارتفاع مستوى التضخم على الاقل خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2019، ومنها نتوقع ان يبدا العوده الى مستويات اسعار فائده متدنيه. وان كان هناك بعض التوقعات او بعض وجهات نظر وخاصه المسلمين الاجانب ان اسعار الفائده التي مرتفعه الان لابد ان تنخفض، وبالتالي هناك تدفقات استثماريه على تلك الاذون وخاصه قصيره الاجل وليس طويله الاجل، وبالتالي نحن نتوقع ان يكون تلك التغيرات في اسعار الفائده والعوده الى مستوى بين 15 و16% على اقل من وجهه نظري مع سبتمبر اكتوبر مع نهايه عام 2019 مطلع عام 2020. من القاهره محمد النجار مدير الاستثمار في مجموعه طوكيو مارين، شكرا جزيلا لك.